شكلت عملية الإغاثة والإسناد التي قامت بها المنظمات الطوعية والخيرية ومنظمات المجتمع المدني خلال فترة الحرب عاملاً مهماً ومساعداً للشعب اليمني من خلال ما قدمته له من خدمات كبيرة على جميع المستويات، حينما كانت الميليشيا الانقلابية تقصف المدن اليمنية بطريقة فجة عنوانها التدمير والانتقام، وما زالت وتظل هذه العمليات الإغاثية الطوعية متواصلة حتى اليوم في المناطق المحررة وكذلك التي تقاوم الإنقلابيين والتي أيضا ما زالت تحت احتلالهم. فتلك القلوب الممتلئة بحب الخير والمؤمنة بكرامة الإنسان ومساعدته والمتيقنة يقينا مطلقا أن الوطن لابد أن ينهض يوما من الأيام، هي القلوب التي عملت وما زالت تعمل في أحلك الظروف وأدقها وأخطرها، تعمل تحت قصف المدافع ونيران البنادق، تقطع المسافات والأميال وتسهر الليالي الطوال وتخاطر بحياتها من أجل إنقاذ طفل يحتاج إلى قطرة دواء أو مضطر يبحث عن شربة ماء أو مريض يحتاج لبقائه على قيد الحياة أن يستنشق درجة واحدة من الأكسجين والهواء. وهنا يأتي السؤال أيضا عن الدور الحكومي في مساندة منظمات الإغاثة الطوعية، وبعد عامين من التحرير ما الذي قدمته الحكومة من مساعدات للاجئين والمتضررين؟ من الذي يتكفل بأسر الشهداء والجرحى والمعتقلين؟ مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بين قوسين، ونحن اليوم في حلقتنا لهذه الليلة نناقش موضوع الإغاثة وما لحق في أبناء شعبنا اليمني من أضرار جراء الحرب الحوثية. نضع هذا الموضوع وتحديدا موضوع الإغاثة إلى أين وصلت في برنامج بين قوسين لهذه الليلة. معكم أنتم مشاهدينا الكرام ومع ضيوفنا هنا في الاستوديو الأستاذ الناشط السياسي المعروف محمد المطري، وعبر الهاتف معنا من العاصمة عدن الأستاذ أحمد الوالي منسق منظمات الإغاثة الدولية في عدن، وكذلك من محافظة تعز ينضم إلينا أو من العاصمة السعودية الرياض ينضم إلينا محمد المغرمي المسؤول الإعلامي لإئتلاف الإغاثة في محافظة تعز. مشاهدينا الكرام، بداية نذكركم بأبرز المحاور التي سوف نتحدث عنها في حلقتنا لهذه الليلة. المحور الأول، منظمات الإغاثة الإنسانية أمام محمة صعبة وظروف أصعب. المحور الثاني، دور الحكومة والسلطات المحلية في مساندة هذه المنظمات الإغاثية. دور الثالث، عمليات الإغاثة بعد التحرير، هل اختلف الحال عن أيام الحرب؟ المحور الرابع، دور المغتربين في إغاثة أهلهم داخل الوطن، صورة من التكافل والإخاء. مشاهدينا الكرام، نذهب نحن وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود. الملف الإنساني والإغاثي في بلادنا من أصعب الملفات تعقيدا، فكان من المهام البارزة لحكومة الشرعية التي جاءت على وضع أكثر تعقيدا بسبب صعوبة وصول المساعدات الإنسانية إلى المدن المحاصرة. بادرت الحكومة الشرعية بتحركات هي الأكثر أهمية، فبدأ رئيس الوزراء الدكتور أحمد عويد بن دغر بزيارته لمراكز المساعدات، وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أحد تلك المراكز التي قدمت دعما إغاثيا كبيرا لكثير من المحافظات بما في ذلك المدن التي تحت سيطرة الانقلابيين. رئيس الحكومة أشار خلال لقاءاته المتكررة بممثلي المنظمات الإغاثية ومدراء مراكز المساعدات أن إفشال ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية للهدنة الإنسانية وارتكاب خروقات وحصارها واستمرار تحشيدها العسكري وعدم السماح بدخول المساعدات إلى المناطق المحاصرة خاصة مدينة تعز يبرهن مدى حقد هذه الميليشيات على أبناء الشعب اليمني الرافض لفكرهم وحكمهم. إلا أن ذلك لم يثني الحكومة الشرعية عن حشد الدعم لإغاثة المواطنين المتضررين، وهو ما أكدته كلمة الدكتور أحمد عبيد بن دغر أمام فخامة رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي فور تعيينه رئيسا للوزراء. مأساة الشعب اليمني كبيرة وفقا للإحصائيات التي تنشرها الأمم المتحدة وليس الحكومة الشرعية، 21 مليون بحاجة إلى إغاثة متنوعة، ما يمثل 82% من نسبة السكان. تدركون جميعا بأن تعداد الشعب اليمني 25 مليون نسمة،
5 مليون يتواجدون في دول الخليج وفي العالم، وبقية العدد هم بحاجة اليوم إلى إغاثة متنوعة. ورغم ما قدمته الحكومة من جهود في سبيل التخفيف من معاناة ومأساة المواطنين المتضررين من حصار واعتداءات قوات صالح والحوثي، إلا أن الكثير من المناطق لا تزال بحاجة ماسة لتقديم الدعم النفسي والإغاثي للسكان، خاصة النازحين من المدن التي تعرضت لقصف همجي واعتداءات قاشمة. ياسر هادي، قناة عدن الفضائية. أهلا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى إلى برنامج بين قوسين، والبداية مع ضيفنا هنا في الاستديو الأستاذ والناشط السياسي محمد المطري. أولا أهلا بك أبو معاذ، نرحب فيك ونشكرك على تلبية الدعوة لحضور برنامجنا. في البداية نتحدث مثل ما تتحدث الأرقام وتقول المنظمات الأممية وكذلك الإقليمية والمحلية عن 21 مليون نسمة نازحين من أبناء الشعب اليمني جراء الحرب الذي أعلنها الحوثيين في انقلابهم هم والمخلوع علي عبد الله الصالح، وبالتالي في هذه الحال كيف يمكن أن يوصف الوضع في اليمن؟ كيف يمكن أن تصف هذه الصورة؟ يعني أكثر من 80% من أبناء الشعب اليمني محتاجين إلى إغاثة عاجلة ومستعجلة. في الحقيقة يعني أول مرة حياك الله أخي العزيز، وشكرا لاستضافة دعوتي إلى هذا المنبر. شكرا لك. وفي الحقيقة المأساة يعني أكبر من أن توصف، صراحة أكبر من أن توصف، حيث أنها يعني اجتمعت على أبناء اليمن عامة، اجتمعت عليهم الأزمات المتراكمة بسبب العدوان الحوثي والعفاشي على الشعب عامة، وسبب الأمراض والوباءات التي انتشرت الآن والوضع، إلى جانب أن اليمن من سابق كان يعني برضو بوضع سيء جدا قبل الحرب. قبل الحرب كان سيء جدا. الآن مع الأوباء الوباء المنتشر الكوليرا والتيفود والملاريا والفقر ودمار المدن وعدم وجود الكهرباء عدم وجود الماء، كل هذه الأسباب يضاعف الكارثة، عدمت الحياة، تكاد أن تكون عدمت الحياة في اليمن بشكل عام. فلذلك يعني الصورة يعني سيئة جدا جدا، لا يمكن أن توصف بكلمات. نعم، لا يمكن أن توصف بكلمات. طيب يعني في ظل هذا الوضع يعني المسألة ربما لا يمكن أن يتم معالجتها أو تلافيها إلا بتكاتف وبتحرك. هل هذا التحرك مطلوب من العالم الخارجي والإقليمي والعربي يعني؟ وكيف تنظر إلى الاستجابة الدولية للوضع في اليمن من ناحية الإغاثة الإنسانية؟ نعم، بالنسبة للتحرك الدولي صراحة يعني نحن أول مرة نحيي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ما تقدمه، وهي أكثر دولتين تقدم للشعب اليمني مساعدات بشكل عام بدون تحديد مناطق معينة. لكن في قصور عام موجود في الدولة، قصور حياتي باليوم. نحن برضو نتمنى على أشقائنا في الدول العربية عامة، خاصة دول الخليج الذي هم يعني شقيق نسيجي للشعب اليمني، أنهم يعني يساعدون في عودة الماء، عودة الكهرباء، عودة المرافق الحياتية لا تعود، مقومات الحياة، طبعا مقدم مقومات الحياة الموجود حتى الآن، حتى يعود الناس. نعم نعم، حتى تعيش الناس، حتى تعيش يعني على 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 ابسط على ابسط اسباب الحياه، ادنى المستويات. نعم، على ادنى المستويات. هذا مع شكرنا وتقديرنا مره اخرى للدول الذي تبذل الكثير ان شاء الله، المملكه العربيه السعوديه وخاصه صندوق الملك سلمان، مركز الملك سلمان والدفاع المدني الاماراتي، الهلال الاحمر الاماراتي، ما يقدمونه من 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 جهود كبيره لإعادة الأمن، لإعادة أشياء كثيرة ومؤسساته لحد ما ومكافحة الإرهاب وكثير. نعم، من الأمور مكافحة الإرهاب ولله. نعم، الحمد. نعم، لكن لازلنا بحاجة الكثير. طيب نذهب للأستاذ أحمد الوالي، منسق منظمات الإغاثة الدولية في العاصمة عدن. مرحبا بك أستاذ أحمد الوالي، وفي البداية
أريدك أن توصف لي حجم الكارثة الإنسانية الذي خلفتها الحرب الحوثية على المناطق على اليمن بشكل عام وعلى عدن والمناطق المحررة والمتضررة بشكل عام أو بشكل خاص. أولا شكرا لك العزيز، شكرا لك على عدن وشكرا لضيوفك الكرام. شكرا لك. طبعا كلنا يدرك ما خلفته من دمار هائل وكبير في مختلف المحافظات الجنوبية والشمالية وبالذات محافظة عدن التي تضررت إلى أضرار كبيرة جدا. نسبة البنية التحتية تماما، نسبة كل المرافق الحكومية، ومع ذلك كان لوقوف أشقاء. أنا أتقدم بالشكر إلى الملك سلمان بن عبد العزيز وحكومة خادم الحرمين الشريفين وإلى الشيخ خليفة بن زايد وإلى دولة الإمارات، ولا ننسى دولة الكويت والمكرمة الأميرية ب 100 مليون دولار وإلى كافة المنظمات. هناك عملت عدة خطط وعدة بدائل، وحنا احنا الآن في واقعنا الحالي عندما نتكلم على كوريلا وما يصاب الناس من أوبار وكذا، لم نفكر في تحسين قطاع الخدمات التي هو مصدر النجاة من هذا، نفكر في المرض عندما يحصل لنا والكوارث التي تحصل، لم يكن هناك التخطيط السليم والتخطيط المستوعب. طيب دكتور استاذ احمد، استاذ احمد قبل ان تدخل في هذه التفاصيل والحديث شيق معك، يعني انا اريد يعني ان تسلط الاضواء ما هي اكثر القطاعات تضررا، يعني قبل ما ندخل ايش اللي حصل وكيف اسعفتوا الناس وكيف الدعم والاغاثه هذه بنجي لها، لكن اريدك تبقى معي في المحور الاول، ما هي اكثر القطاعات دمارا؟ يعني الصور يعني اكثر القطاعات او جوانب الحياه في مثلا في على وجه التحديد في عدن الذي وجدتموها محتاجه الى اسعاف سريع. اكبر القطاعات هي قطاع الكهرباء، والكل ما زال يعاني منها حتى هذا اليوم، لانه بالكهرباء تستطيع ان توجد كافه الحياه او كما يقول الدين حركه الحياه التي تشغل كل شيء. قطاع الكهرباء مدمر تدمير كامل، ورغم الحالات ورغم الاسعافات التي عملت ورغم المساعدات التي وصلت، والكل يدرك إضافة لا تنسى أنه أطلع شرقات من منزل حد تهديم كامل في مدينة عدن، لا تنسى هنا قطاع الصرف الصحي، الآبار، الإسوان، مختلف الجوانب منظمة الهيئة العامة للمياه، ما في ذلك الخزانات المركزية ومنظومة المياه المركزية، إضافة إلى نتكلم عن صندوق النظافة وقطاع النظافة، كم الآليات أو ما حجم الدمار الشامل الذي شمل كل القطاعات الحكومية، الدمار في القطاع الخدماتي دمار كبير جدا جدا. والحمد لله فضل الله تعالى استدعت بعض الخدمات من صعيد نوعا ما، يعني من احنا نفرح في عدن لما تحسن الخدمات تحسن الخدمات تحسن الاشياء. طيب يعني انتم عندما بداتم العمل يعني بشكل عام اذكر لي ما هي القطاعات التي يعني قمتم بمعالجتها، يعني بعدين نذكر عن التفاصيل والاعداد، لكن عالجتم في الكهرباء، عالجتم في الجانب الصحي، ما هي الجوانب التي قدمتم لها الاغاثه والاسعاف؟ كان ببدايه الحرب اول مشروع معنا مشروع انقاذ الحياه الذي هو الايواء والماء والدواء. لازم هذه من اجل معيشه الضرورة، يجب ان نقول لانه حركه النزوح وحركه التدافع من المناطق المشتعله وداخل عدن حتى داخل عدن نفسها، من كذا بلغت عدد الاسر التي نازحت 211,000 اسره داخل عدن، هذا يشكل اعباء غير عاديه لم يدركها، قد يكون البعض ما يعرف حجم المانع اللي احنا داخل عدن، الدمار في كل الجوانب، وكان لابد اول حاجه ان توجد مشروع انقاذ الحياه، فشكل المرحله الاولى في السنه الاولى من 2015 الى 2016. بعد 16 وبدات مشاكلها، بدات الحركه التنمويه البسيطه المدى اللي يدخل قطاع الخدمات، قطاع المياه، قطاع الكهرباء، ومشت عليها على مراحل. تمام. وما زلنا ضمن خطط، ان شاء الله نتمنى ان تسير الخطه على ما هي عليه في إيصال كافة الخدمات إلى كافة المناطق. طيب سنواصل الحديث معك، ننتقل للأستاذ محمد المغرمي المسؤول الإعلامي لإتلاف الإغاثة الإنسانية في محافظة تعز. أهلا وسهلا بك أو أهلا وسهلا بك أستاذ محمد المغرمي. في البداية كذلك أنتم في تعز كارثة كبيرة حلت في الحالمة تعز، وبالتالي ما حجم الكارثة والضرر الذي حصل في محافظة تعز؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أولا مرحبا بك وبضيوف الكرام جميعا والمشاهدين الكرام. أهلا وسهلا بك. حجم الكارثة تعز مثلها مثل المحافظات اليمنية المأساوية التي والمآسي والكوارث التي خلفتها هذه الحرب. للأسف الشديد لا تزال تعز حتى هذه اللحظة تعاني، منذ أغسطس الماضي لم تدخل الإغاثات إلى محافظة تعز. تعز كانت شهدت حصار مطبق لم تشهده على مر التاريخ. الجرائم التي مارستها ميليشيات الحوثي والمصور من الحصار
وأيضا التهجير القسري الذي خلف أكثر من 500 ألف نازح في محافظة تعز، انتقلوا بعضهم إلى محافظة أبين، بعضهم في محافظة تعز، وبعضهم في مارب، وبعضهم في ريف تعز. الكوارث الإنسانية والمآسي خلفت أكثر من 500 ألف نازح، خلفت أكثر من 500 ألف أسرة أيضا بحاجة إلى مساعدات غذائية. المرافق الصحية دمرت تماما، المستشفيات لم يبقى في المدينة إلا 5 مستشفيات تعمل بكادر لا يتجاوز 5%. هذا في الجانب الصحي. فيما يتعلق أيضا في الجانب الأوبئة التي انتشرت مؤخرا، وباء الكوليرا الذي داهم المدينة وانتشر في محافظة تعز مثلها مثل المحافظة الأخرى، لكنها أيضا عانت من تغييب وعدم اهتمام من جانب الحكومة ومن جانب المنظمات. بنتكلم هذا، لك محور خاص حول موضوع إيش سوت الحكومة في عدن وكذلك في تعز. أنت وضحت لي الصورة عن حجم الضرر، لكن الآن أنا ودي أسألك من أين بدأتم المعالجات؟ يعني مثل ما سألت الأستاذ أحمد، ما هي القطاعات والمجالات التي هي محتاجة للإسعاف؟ من أين بدأتوا تحطون يدكم على أي من الجراح؟ حاليا تعز طبعا تعاني من انقطاع تام الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى المجاعة الموجودة في المحافظة في جانب الأمن الغذائي والأمن الصحي. ما نحتاجه وما بدأت به الآن المحافظة منظمة المجتمع المدني هي محاولة جمع التبرعات من رجال الأعمال، من التجار، أيضا ما يأتي ما جاء من مركز سلمان في العام الماضي من إدخال مساعدات غذائية. هذه المساعدات الغذائية هي التي تخفف من الوضع الكارثي المأساوي في المحافظة. أيضا الجانب الأمن الصحي وصلت مساعدات أيضا من محافظة، من دولة الكويت، من مركز الملك سلمان، أيضا مساعدات طبية. لكن فيما يتعلق لنا حاليا في الكوليرا، للأسف الشديد هناك دعم سخي قدم من مركز الملك سلمان، لكن منظمة الصحة العالمية لم تستفد من هذا الدعم. لا تزال الأدوية والمستلزمات الطبية التي وصلت إلى منظمة الصحة العالمية لا تزال في مخازنها، لم تقم بتوزيعها بشكل عاقل إلى المراكز الطبية، إلى مراكز الطوارئ التي أنشئت من أجل مكافحة هذا الوباء. وأنت تعلم الكريم أن محمد يتضررون ويصابون بهذا المرض من 3000 إلى 5000 بشكل يومي. طيب يا أستاذ محمد، تسمعنا يا أستاذ محمد المغرمي، شوف أنا أقصد أنتم على جدول أعمالكم على الورق، يعني ورق على الطاولة، ما هي الأولويات اللي وضعتوها؟ يعني مثلا أحمد الوالي بيقول لك نحن في عدن 2015-2016 عملنا شيء اسمه مشروع إعادة الحياة، يعني الماء والكهرباء والدواء. أنتم في تعز بغض النظر عن إيش بالمستعدات، إيش اللي أجا بداية كخطة عمل، أنتم وضعتوا الكهرباء كأولوية، المستشفيات، الإغاثة، الأغذية، إيش اللي حطيتوه عمليا؟ الأولوية بالتأكيد تأتي للأمن الغذائي، للمواد الغذائية، للمساعدات الغذائية والدوائية. تمام، ممتاز. للجرحى وللدعم للمستشفيات. هناك أيضا في 2016 بدأنا التواصل مع مركز الملك سلمان، وتم تقديم 200,000 سلة غذائية للمناطق التي للمديريات التي كان يطبق عليها الحصار الحوثي والمخلوع، واستخدم مركز الملك سلمان الطرق المختلفة من أجل إدخال المساعدات، بينما امتنعت المنظمة الأممية. وكان هناك أيضا الائتلاف قام أيضا بإدخال مساعدات غذائية إلى المتضررين، إلى النازحين. القدرات والإمكانيات ضعيفة جدا بالنسبة لنا، لا نستطيع أن نواجه أو نقابل هذه الكارثة. كارثة تعلم أن عدد سكان محافظة تعز 4 مليون، والمتضررون لا يستطيع أن يقوم بهم، لا أن يغطي هذا العجز وهذه المجاعة، لائتلاف ولا منظمة ولا أي منظمة. يجب أن يكون هناك تضافر تام، تضافر دولي، تضافر أممي، من المنظمات الأممية، من المنظمات العربية، أيضا من المنظمات الداخلية، من الحكومة الشرعية، من الجميع. أما ما قمنا به، نحن حاولنا التخفيف من المجاعة. ممتاز. طيب. بقدر المستطاع. ممتاز جدا، بارك الله فيكم على هذه الجهود الطيبة. طيب الأستاذ محمد المطري، يتحدث الأستاذ محمد المغربي أنه يعني المحل أنه الدور الحكومي غايب، وأنا هنا أريد أن أسألك عن الدور الحكومي وكذلك عن الدور الخيري والتطوعي. في البداية كيف تقيم أنت يعني الدور الحكومي الذي خلال الفترة الماضية، وما هو المطلوب؟ وأن تحلم أوضاع الحكومة وأوضاع الدولة كيف هي أصلاً؟ سلمت. في الحقيقة أخي العزيز، الدور الحكومي يكاد أن يكون معدوم بالواقع، بالميدان معدوم. نرى في وسائل الإعلام وفي الإعلانات أنه بيعمل وكذا، لكن حقيقة على المستوى الميداني
غير موجود لهم اي شيء، سواء من الجانب الامني، سواء من الجانب اللهم يمكن محافظه عدن في جهود. لا انا اقصد بالجانب الاغاثي، نعم. في الجانب الامني في عمل، نعم. والكهرباء الحين في تحسن، احنا بنسى الاستاذ احمد. نعم. لكن بالنسبه للجانب الاغاثي يكاد ان يكون معدوم. كلها تقريبا الذي قامت هي المؤسسات الخيريه من 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 الدول الجوار قليله الى حد ما، وجهود الافراد الاشخاص ابناء المحافظات الذي دعموا خاصه في ايام الحرب وما بعد الحرب. استمر الدعم تقريبا، انا اقول لك بدون مبالغه، اذا اقول لك كل الجروبات بالواتساب كلها بذلت جهود ذيك الايام في المهجر لجمع دعم وتبرعات لاشقائهم واهلهم في اليمن. طيب انت الان موقفك واضح بالنسبه لل او نعم. فكرتك واضحه عن الدور الحكومي، لكن نعم. الدور المغتربين، يعني انت مغترب، دور المغتربين ورجال الاعمال والتجار هنا في الخارج كيف كان خلال هذه الفتره، خلال هذه الفترة النازحين الذي فيها نازحين يمنيين وحتى في فترة الحرب؟ يعني مثلا ما نشاهد في الإعلام يتحدث عنه مثلا هناك مؤسسات أو جمعيات لمغتربين يعني قدمت شيء معين، هل أنه الإعلام هذه المؤسسات ما تهتم بالإعلام أو الإعلام يهمشها، أم أنه ما في دور للمغتربين؟ طيب أخي العزيز، بالنسبة للجمعيات الذي قامت الشعبية، تعتبر جمعيات شعبية أو صناديق، لأنه الحكومة بتقول نعم. أنه دورها ما فيش. طيب من اللي غطى الفرق؟ نعم نعم، هي مهما بذلت هي بيظل جهود فردية مش دولية، لكن بهذا الظرف كل جهد قليل له تأثير جيد. أنا مثلا أضرب لك مثل بعض المجموعات الذي قدمت لأبناء اليمن بشكل عام، قدمت الكثير. مثلا يعني إذا أقول لك هذا الآن أمامك هذا مجموعة جنود يافع، مؤسسة جنود يافع قدمت يا سيدي العزيز، مجموعة العمل والإنجاز يافع العمل والإنجاز، نعم. قدمت 13 ألف ريال سعودي مثلا، 13 ألف ريال سعودي للكهرباء والماء. 13 ألف ولا 13؟ 113 ألف، آسف، 113 ألف، 113 ألف ريال سعودي للماء، حوالي 9 مليون ريال يمني. قدمت 200 ألف سعودي أو ما يقارب 19 مليون ريال يمني. هذه منظمة واحدة للمياه، هذه منظمة واحدة. 150 ألف ريال سعودي مقدمة لإعادة الأمن في المنطقة في محافظة بلحج، دعمت أمن، رممت السلطة المحلية ب 200 ألف ريال سعودي في المحافظة يافع، 15 مليون ريال يمني، أعادت صيانة الطريق يافع. هذا اللي وصل الدعم لا تحامى، هذا اللي وصل الدعم لا تحامى. نعم نعم. طيب القائمة تطول هذه، يعني تمام، نموذج كويس، وأنا أريد أن أنصف إعلاميا الناس اللي كانوا يدعمون مثلا وصلت سلال غذائية، سلال غذائية وصلت إلى تهامة يعني ب 3 مليون ريال سعودي. جميل. وصلت الى تهامة 3 مليون ريال سعودي. نعم. جميل، وضحت الصوره. نعم. انا اعود للاستاذ العزيز احمد الوالي الى العاصمه عدن. استاذ احمد الوالي، ما الذي قمتم فيه خلال هذه الفتره المنصرمه؟ يعني بالامكان ان تستعرض الجهود المشرفه الذي قمتم فيها. اوضح لك نقطه هامه على تفضل، وعلى ضيفك العزيز اللي يتحدث عن مؤسسه يافع العمل الانجاز تفضل، حلف ابناء يافع وكثير، ومؤسسه المساعدات الانسانيه للدعم، مؤسسه العيساوي الحريبي، قدمت هذه المنظمات اجمالا 82 مليون ريال سعودي من بدايه الحرب حتى يوم هذا، رصدت على مراحل متعدده. 82 لا يا لا 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 يا استاذ احمد، مليون ريال سعودي. 82 مليون ريال سعودي. نعم، وبوضح حتى في عده الجوانب اللي كانت توصل للساعات العربيه، من الجهات اللي كانت توصلها كانت اول تعتمد اعتماد كليا بعد مباشره على المنظمه هذه، من حيث تغذيه كافه المناطق والمربعات السكانيه من هذا، ودعم الاهليه ودعم المستشفيات. طبعا في دفعات هي متناسقه ودفعات كثيره، وعلى مثل الاخ على مؤسسه العمل الانجليزي احنا اشكرها انها قدمت لنا في هذا الشهر الكريم لشهداء عدن ملحق وابين والضالع بسلات الايال كل كافه المحافظات الاربع. والجانب المميز هذه المؤسسات فتحت الان سهلنا لها بعدد ان تفتح لها نواه او مقرات حتى تدير عملها بشكل مؤسسي بشكل منظم، ترصد كل اعمالها. اول كانت الاعمال هباء منثورة، الان في مؤسسه حلف يافع فتحت في عماره فتحت لها مقر، ومؤسسه يافع فتحت مقر،
ومؤسسات كثير من المؤسسات هذه طيب. دعموا لإطلاق الدعم خارجي والأهمية الأجمل أنها دخلت معنا في قطاع الخدمات. أيوة الأفضل أفضل أيوة الأفضل هذا هو. أنا فهمت عليك الآن. هي جميل هذه المنظمات لا تكون بشكل يعني فقط يعني تدار بشكل غير رسمي وسجلات وكذا، تكون منظمات المجتمع المدني، وندعو الجانب الحكومي أنه يعطيهم التسهيلات بحيث أنهم يزاولون عملهم بشكل وطني في كل المحافظات، وهذا ما لمسناه. لكن أعود معك أستاذ أحمد الوالي إلى السؤال، وهو أنتم كمنسق للمنظمات الأممية بشكل عام، هل يرضيك ما قدموا هذه المنظمات؟ وش الشق من السؤال؟ والشق الثاني من السؤال هو ما الذي قمتم فيه؟ بالنسبه للمنظمات الامميه، وكما تعرف انت المنظمات الدوليه، جينا ناخذ على سبيل المثال برنامج الغذاء العالمي. أيوة. الذي بيحدد لنا لمحافظه عدن 33,000 سله و16 شهريا. تمام. بما مجموع انه 124,000 سله للمحافظات الجنوبيه. للاسف الشديد اخي العزيز، ان هذه المنظمات التي تستلم مبالغ مركز الملك سلمان او اي المنظمات الدوليه اللي كانت تلعب دور كبير جدا، في حيث انها تشتغل بعيد عن السلطه، تشتغل بشريكين منفذين في الارض، لا نعرف حجم المساعدات هذه فين تروح وكيف تجي. لما تجي الان يقول لك انا يعني السله الغذائيه الان لقينا من برنامج الغذاء العالمي، لو جيت انت بتكون السله المواطن اليمني 100 دولار، تجد السله تصل 30 دولار 70 دولار، هذه هي ميزانيه شهريه. طرحنا الرسائل، طرحنا بدائل. يتوقف الغذاء العالمي من 16/11/2016، اشتغل لي في 16/26/3/2017، خلال هذه الفتره الاشهر والمواد اللي مقصوده لنا. هذا على سبيل المثال في الغذاء العالمي، زي ما الشؤون ما تقدموا من خدمات، او الهجره الدوليه ما قدموا للاجئين، منظمات اشتغلت شؤون اللاجئين، منظمات كان لها بصمات من اول يوم، اللي هي الهجره الدوليه شؤون اللاجئين هذه كانت معنا من اول يوم، اللي كانت توصل الى كل تصلح المدارس الناجحين، المياه والصرف الصحي والايواء وسمسام كثير. الغذاء العالمي نقول انه يقدم، لكن ما مش بالاليه المنتظمه. ليش وقف؟ برنامج الغذاء العالمي يا استاذ احمد الوالي ليش وقف من 16/11/2016؟ والله لا حسب تغيير المديريات، والان قليل يقول لك غير الشريك الباطني كان فلان اجد جهه اخرى، تمام. طيب فتره التوقف هذه من يتحمل مسؤوليتها؟ السله بعد ما جاء الشريك هذا الاخر يقسم السله والسلم، بدل ما كان في اجتماع مع رئيس منظمه الغذاء العالمي انه بتتضاعف من 33,000. كيف يقسم السله نصين؟ لا لحظه استاذ احمد، حبه يعني كيف يقسم السله نصين؟ يعني الوكيل اللي يوزع السله الغذائيه يعني يقسمها سلتين الواحده؟ نعم، واثبت هذا بكل المديريات، وعندنا تقارير رفعتها حتى للاخ المحافظ السابق اللواء عيد الحسن من شرح البحث الواحد. صلح تقرير سلمته للاستاذ علي هيثم قريب يوضح كل التفاصيل بالدقيقه. ان السله بدل ما يجيني كاسبر رجعت كيسبر. فهمت يا عزيز؟ الان الغذاء العالمي يقول لك ضعف الكميه، ولكن للاسف الشديد انه بينقص، بدل ما هو انت لك 5,000 سله يمكن يعطيك 4,000 او 3,000، قلنا رجعنا للقصه هذه نفسها. طيب المشكله نفسها. طيب على كل حال يجب ان هذه المنظمات شوف تمام الان انتم اقول لك الان بس اعطيك مثال بسيط جدا. تمام. حاجه ثانيه مهمه جدا، ان الغذاء العالمي لما يجيب لي الان البر من برا او من كذا ما يصل عندي الا بقيله فتره قليله. احنا ردنا عليهم 22 حاوي اللي كانت تمريش الاطفال، اديتها من هنا لان الباقيله كان 3 ايام واربع ايام، كيف تنزلها السوق؟ اثنين اخي العزيز، لما تجي المستودعات احيانا يخزن بعض المنظمات تخزن بالمستودعات لفتره كبيره جدا، يعني قصدك يوم خارج المواد هذه. يا احمد شوفك تتكلم كلام والله مذهل، انت تقصد انه البر الذي ياتي لنا معونات من الغذاء العالمي قدو منتهي؟ يوصل الى عندنا غدا على وشك خلاص منتهي. يعني نحن مكب يعني اللي معهم منتهي يجيبونها لنا؟ لا احنا عملنا معالي مواصفات المغايش عده مرات، تمام، ونزلنا الى مستودعاتهم وحددناهم بحرف واحد انه يجب ان تكون الفتره قبل 6 اشهر قد يكون في ميناء عدن. ما عاد يجيك باقي اسبوع او باقي 10 ايام وتجي تدخلها الى محافظه. هذا يمكن قدوه بلاش حصلوه في هذه الدول، يمكن قدوه بلاش يشتوا يرمونه للزباله، بيقول لك بدل ما ترمونه. ايش المانع يا اخي العزيز ان يجيب مبلغ ويشتري من السوق المحلي؟ هو كنا محاصرين كنا صح، لكن الان موجود الرز موجود والدقيق موجود بجوده افضل، بجوده افضل بسعر افضل بيوصل للمستهلك افضل. اولا الميزانيه اللي يجيبها لي من على قطف الرجاء الصالح والعسل وصل كذا ممكن تشتري انت من السوق المحليه. ممكن تعطي المواطن اليمني مبلغ السله حقه الغذائي يعطوه 50 دولار يمكن يشتري نفسه افضل سله. يعني قصدك هذا هو التفكير. يعني قصدك برنامج قصدك يا استاذ احمد قصدك برنامج الاغذاء العالمي، واللي بيجيبوا الاغاثه بدل ما يجيبوا لنا مواد عينيه يعطونا نقدا.
أو اشتري من السوق المحلي أفضل. بس يعطون من الهند وتمشي. بس يعطون نقدا من؟ يعطون الحكومة ولا يعطون التاجر الشريك اللي قد قسم السلة سنتين؟ معك صندوق الرعاية الأسر الأسر يشد فقرا عند الإحصائي في حاجة 41,000 أسرة. يزعون على الأسر. 41,000 أسرة. طيب. فقرا وفي كمان معك بكل المديريات بحيث إنه يتراوح بعدين معنا إلى 105 أسر فوق مستوى يعني مقاهي تحت خط الفقر درجة ثانية درجة ثالثة ودرجة ثانية مصنفين عندنا إحصاء كامل لمربعات سكانية حق عدن عندنا مربعات سكانية عندنا الاستهداف احنا بنقول من عمل التنسيق مثلا مثل منظمه كيم ينزل الغذاء العالمي في الشرقيه او في البساتين احنا نقول له يا اخي اوقف خلي انت اشتغل في هذا المكان لكن الغذاء العالمي كان عندي برنامج ثابت عندي برنامج محدد بينزل هذه المنطقه سواء نزلوا فيها ما نزلوا فيها خلاص يتعاونوا مع شتان رجال غذاء المديريات يجب ان يكون في تعاون بين رجال غذاء المديريات وبين الغذاء العالمي بين هذه المنظمات حتى انها تنظم عملها يكون العمل والان في منظمه انتظمت معنا انشورها كثير الغذاء العالمي اخذوا بعض الملاحظات احنا نفس بعض شيء الزيت اللي وصل الان اخير بدون تاريخ المنتج مش تاريخ الصنع مش غير موجود فيه وفعلا مررنا حق تعاون طيب لكون بعد ما اثبت انه سليم طيب خلص طيب انا بعد الاستاذ محمد المغرمي في المسؤول الاعلامي في الاغاثه في محافظه تعز وبالتالي الان الوضع الحالي الان في محافظه تعز كيف تقيمون هذا الوضع المأساوي او وضع النازحين واللاجئين في المحافظة وما هي الضروريات التي تحتاجها الآن محافظة تعز ما كيف ننقذ الإنسان في تعز؟ أولا دعني أشكر الأستاذ أحمد وائل على ما طرحه على هناك نقطة محورية فيما يتعلق ببرنامج الغذاء العالمي والإغاثة المدخلة إلى محافظة تعز. تعز كما قلنا شرط السابق أنها تحتاج إلى الغذاء والدواء بدرجة أساسية أولا. تمام. الغذاء المقدم من برنامج الغذاء العالمي إذا عجل أكثر من مرة نحن نناشد منذ 2015 ونناشد برنامج الغذاء العالمي أن يدخل إغاثة تعز عن طريق عدن لكن للأسف الشديد يرفضون يدخلونها عن طريق الحديدة لكي تصل إلى قوات الحوثي وصالح في المناطق في المنافذ الشرقية التي يسيطرون عليها في 2015 200 شاحنة تمت مصادرتها من برنامج الغذاء العالمي مع الحوثيين وصالح يعني الطريق مفتوح الآن؟ الطريق مفتوح يا أستاذ محمد بين عدن وتعز؟ الطريق مفتوح من عدن إلى تعز بالتأكيد وآمن الطريق مفتوح عن طريق التربة لحق عدن التربة لكن يرفضون التقينا بهم في 2016 في مركز الملك سلمان وممثليهم واتفقنا انهم يعتمدوا عدن اغاثه تعز عن طريق عدن لكن للاسف الشديد اصروا للمره الثالثه والرابعه حتى قبل شهرين ادخلوها عن طريق الحديده ووصلت الى يد الحوثيين وصودرت اذا كانوا عجزوا برنامج الغذاء العالمي عجزوا عن اغاثه عدن التي سكانها اقل فكيف سيقدمون الى محافظه تعز للاسف الشديد هذه المنظمات التابعه للامم المتحده تتلقى ملايين الدولارات وتنفذ أجندة سياسية تتماهى مع سياسة الميليشيات من برنامج الغذاء العالمي من منظمة الصحة العالمية من الهجرة كل المنظمات الأممية التابعة للأمم المتحدة تتبع هذه السياسة ولا تتعامل بإنسانية وحيادية على الإطلاق. طيب يا محمد ما تحتاجه تعز اليوم هي إغاثة عاجلة الناس تموت النازحون الآن في العراء يلتحقون يفترشون الأرض ويلتحقون السماء لا يوجد حتى مراكز إيواء وهم يتسلمون ملايين الدولارات من أجل إغاثة هؤلاء الناس النازحين يتسلمون ملايين الدولارات من أجل إغاثة الناس الجوعى الناس المرضى للأسف الشديد هناك متاجرة وهناك ابتزاز سياسي يمارس هذه المنظمات الأممية ولا تعمل بالمجال الإنساني بحيادية على الإطلاق. طيب الآن يا محمد أنتم تواصلتم مع الجانب الحكومي علشان حل المشكلة أنه لازم عن طريق الحديدة يعني تواصلتوا مع مثلا الرئيس اللجنة العليا للإغاثة الوزير عبد الرغيب فتح هو من أبناء تعز يعني إيش قال لكم تواصلتم مع رئيس الوزراء؟ بالتأكيد طلبنا من رئيس اللجنة العليا للإغاثة أن يناشد أن يقدم مذكرة رسمية للمنظمات الأممية من أجل اعتماد عدن كميناء رئيسي كاعتماد العاصمة المؤقتة عدن كاعتمادها كمركز إغاثي لليمن بشكل عام على الأقل للمناطق المحررة لكن للأسف الشديد لم يكن هناك اهتمام جاد من قبل الجانب الحكومي رأينا هناك استنكار جهود إعلامية يستنكرون عدم نقل مراكز الأمم المتحدة من صنعاء إلى عدن لكن لا توجد مذكرات رسمية يعني لازم الآن في تواطؤ يعني اتضح الكلام انه من خلال كلامك يا استاذ محمد المغرمي انه في الأمم المتحدة او من يقدمون الإغاثة يتعمدون انهم اول حاجة يجيبوها للحوثي وما زاد يجيبونها لتعز ليتهم يفعلون ذلك بما زاد لكنهم يسلمون كل شيء للحوثي
طيب شكرا لك، تبقى معنا على الخط استاذ محمد. بالعوده للاستاذ محمد المطري، يعني تعليقك انت على هذا الكلام. والله يعني انا سمعت الاستاذ الوالي حفظه الله والاخ المغرمي زادونا احباط. نعم. زادونا احباط، اذا كان منظمات عالميه ودوليه بتجيب يعني غذاء منتهي التاريخ، واذا كان هذه المنظمات العالميه والدوليه بتتعامل مع الـ مع الـ مع الانقلابيين وليس مع الشرعيه ولا مع المناطق المحرره، تقدم دعم يعني شيء سيء جدا، شيء سيء يعني. من عاد يعني ما معنى الشرعيه اجل كمنظمه امميه يفترض ان تتعامل مع الشرعيه وان تدعم عبر ميناء عدن وليس عبر ميناء الحوثي وعفاش. طيب المناطق كلها. طيب الآن الوضع في، أنا أريدك تعرج على الوضع في المناطق المحررة. يعني هناك من يتحدث يقول أنه خلاص طردنا الحوثيين وتوقفنا عن كل شيء، يعني هل هذه هي الصورة فعلا في المناطق المحررة أو المحافظات المحررة ابتداء من مأرب حتى حضرموت، أم أنه لا في هناك أمور، في تفاؤل، في إيجابية، في حركة، في شغل؟ بالنسبة لبعض المناطق مثلا مثل عدن، في الحقيقة بشكل عام المناطق المحررة هي حقيقة انتصار كبير، انتصار على الـ على الـ على الـ على العدوان الحوثي ومن تبعه، لكن بقي الآن ما خلف العدوان، ما خلف العدوان من دمار آثار العدوان، يبغى إعادة بناء. إعادة البناء هذه لا زال بعيدة المنال، لكن قلنا المطالب الأولية للحياة الأولية من رواتب مقطوع على الناس، من كهرباء يعني شيء حياتي يومي، ماء، صحة، مؤسسات حكومية غير موجودة، محاكم غير موجودة. نسمع مثلا عن القبض على 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 جناح، اللي قتل المحافظ الأول، اللي قتل النقيب، اللي قتل، انهم قبضوا عليهم لكن لم يقدموا لهم محاكمة، لم نرى لهم شيء بعد الإعلان هذا. حتى الشعب على الأقل يحس بال يعني قوت المؤسسات. إذا عادت المؤسسات هي بتخدم كل شيء إن شاء الله. طيب الأستاذ أحمد الوالي معي من العاصمة عدن، هناك في مكرمة من خادم الحرمين الشريفين 150 مليون ريال سعودي لأسر الشهداء تقريبا، أو لأسر الشهداء أو الجرحى، ولكن تقريبا إنها لأسر الشهداء، وبالتالي هذه كانت تقريبا في رمضان، وبالتالي هل وزعت هذه أو هل وصلت، هل وزعت، صرفت، لم تصرف؟ جميع المبالغ وصلت الآن إن شاء الله، والآن في لجنة تقوم بإعداد مثلا وكيل الشهداء والجرحى محافظة عدن، تمام، يعد دراسات كاملة مشان توزيع المبالغ هذه، وشكلت لجنة مع قيادة المنطقة الرابعة ومع الأخوة في الحكومة، وشكلت لجنة مشكلة. اللجنة هذه تجتمع على تواصل تام، وإن شاء الله توصل لكل الشهداء اللي ضحوا بدمائهم أنه من العبء أن نجيب إحنا أن نكرمهم، وليس المكرمة الأميرية هي كرسالة إنسانية، يجب أن نتذكر إحنا هؤلاء الناس. ماذا الحكومة عملت على أعطاء رواتب للشهداء والآن في الجرحى، وهناك بعض الاهتمام الذي بدأ يزداد تجاه هذه تجاه شهدائنا وتجاه جرحانا. نتمنى إن شاء الله أن تكون هذه دافع إنساني لكل منظمة إنسانية، لأن أخوان أبناء يافا والمؤسسات الإنسانية والأخوان في المؤسسات في حضرموت في كل المحافظات اليمنية اللي يقدموا ما زال يقدموا لأسر الشهداء وما زال يواكبوا. والآن نحن نحاول هذه المساعدة قد تستنفتها معينا، لماذا جئنا أن نستفت الجانب الآخر الاهتمام بأبناء الشهداء، توظيفهم، تأهيلهم، دراسة كل أسرة من الشهداء، كم العاملين فيها، كم ذا يتم التصريف على هذا الأسر هذه، وفي هنا في عدة قاعدة البيانات الآن تجمع وفي عدة جهات تشتغل فيها. طيب أنا هتكلم معك على الإحصائيات، ولكن يعني الآن في عدن هل باقي أسر وأشخاص من أبناء العاصمة عدن ما زالوا نازحين خارج العاصمة، سواء نزوح محلي أو نزوح خارجي؟ نعم، باقي معنا في جبنتي، باقي معنا في الصومال، باقي معنا في حتى لما تجد أخو الأستاذ محمد المغرمي يعرف نحن نهتم بالأخوان النازحين، نتعزمهم على سبيل المثال في عدن، في لاحق، في أبين، حتى وصلوا إلى شبوه وإلى حضرموت، وقدمنا وصلنا لهم من حيث مع المنظمة الدولية من بعض المساعدات، أيضا بتعاون كثير جدا من بداية الحرب مع كل المنظمات الفاعلة في تعز، وكنا من أول يوم عدن مفتوحة لكل المحافظات اليمنية، وأسعدنا وما زلنا نقدم حتى وصل الآن نهتم في الجوف في مأرب، تقصير مثلا أوصلته إلى صنعاء إلى المستشفى الجمهوري مدة الله، وهذه الجوانب الإنسانية نحن نعمل فيها على احتياج وطلب مع المنظمات الدولية.
طيب هل في احصائيات استاذ احمد لعدد الشهداء، لعدد الجرحى، لعدد المتضررين مثلا؟ نعم. انت ذكرت لي انه 200 شهداء في عدن، 2820 شهيد في عدن، 1045 في الضالع، 1300 في لحج وفي ابين ايضا، 1000 برضه 1100 بالحدود هذا حتى محصلهم. ومن خلال الترقيم الان وحده قاعده البيانات، لما عملنا في رمضان عملنا بصدر مع مؤسسه العمل الانجازي اللي اعطت فكره جديده، اعطت بطاقه كرت لكل شهيد. الان هو يوزعه، تقول كرتك تستلم الراشن حقك، جيت اليوم جيت بعد شهر حقك موجود، تمام؟ بنظام اساسي سليم، ما في حاجه اسمها عقد تقاطعت راحت ولا راحت. الهلال الاحمر الامارات تقدم بشكل جديد لهم، قدموا لنا للشهداء الجرحى وقال ايام القليله استلمت حق الجرحى المعاقين، وان شاء الله بكره نبشره بتوزيع الى كل جرحى المعاقين في محافظه عدن من الهلال الاحمر الاماراتي السلطه الغذائيه. 476 حالة في عدن من الجرحى المعاقين، فعندنا إن شاء الله المحاولة الأساسية بندخلها مرحلة الجرحى. لن نتهاون ولن نسكت، إن شاء الله نظل نعمل بالميدان من أول يوم، وحتى أنت تعرف أنه من أول يوم في الحرب وحتى يومنا هذا ما زلت بنفس الوسيلة. طيب الأستاذ محمد المغربي من العاصمة الرياض، أنتم كذلك في محافظة تعز، هل توجد لديكم إحصائيات مثلا عن عدد الشهداء، عن عدد الجرحى؟ يعني أنت تتحدث أنه 500,000 شخص من أبناء تعز نزحوا، بالإضافة إلى 500,000 أسرة ربما محتاجة إلى الدعم والمساعدة، لكن هل هناك إحصائيات لعدد الشهداء في محافظة تعز؟ بالتأكيد عدد الشهداء في محافظة تعز كما تعلم أن شهدت تقريبا أكثر، لا تزال حتى هذه اللحظة عدد الشهداء في محافظة تعز 3,000 شهيد. أيضا عدد الجرحى وصلوا إلى 12,000 جريح، منهم ما تم علاجهم في المستشفيات الخاصة في عدن على منطقة مركز الملك سلمان، وأيضا في مستشفيات خاصة تم التعاقد معها في تعز، وبعضهم الحالات المستعصية أيضا تم إخلاؤهم إلى السودان لمعالجتهم على نفقة مركز الملك سلمان. عدد الجرحى إجمالي 12,000 جريح من المدنيين، 3,000 شهيد أيضا في محافظة تعز. هؤلاء الإجمالي أو عدد تقريبي لكي نكون بشكل أدق. طيب. في مختلف الجبهات في محافظة تعز. طيب مكرمة الملك 150 المليون ريال السعودي، الأستاذ أحمد الوالي يقول لك في عدن وصلت حصة المحافظات، تقريبا عدن والمحافظات الجنوبية، أنتم في تعز وصلتكم شيء من 150 المليون للشهداء؟ هي لا ستصل قريبا، نحن نثق بأن اللجنة التي شكلت بإذن الله عز وجل ستكون ستعمل بشكل جدي وتتصل بصورة عاجلة. في لجان شكلت لهذا الموضوع؟ حتى هذه اللحظة لم يبدأ الصرف. هناك إحصائيات يتم الآن عمل إجراء الإحصائيات بشكل عام بشكل دقيق ومراجعتها من أجل الترتيب لصرف لأسر الشهداء ومعرفة أيضا عدد الجرحى. طيب الآن أنت تحدثت أن القدرات ضعيفة في قدرات الإغاثية في العاصمة أو في الحالمة تعز، وبالتالي أنا أريدك يعني تلخص لي ما هي الصعوبات التي تواجهكم في العمل الإغاثي في محافظة تعز. الصعوبات التي نواجهها هي هناك تباطؤ شديد جدا من الحكومة الشرعية بشكل خاص فيما يتعلق بتقديم تعز للمنظمات الأممية والمجاعة التي تحدث في تعز بالصورة التي تتناسب مع حجم الكارثة. العالم كله يعلم الحصار وما خلفته الحرب في المحافظة، ولكن لا يوجد هناك اهتمام جاد، حتى المرتبات منذ 8 أشهر 9 أشهر لم تصرف مرتبات محافظة تعز بصورة استثنائية. هذا أيضا فاقم المأساة الإنسانية في المحافظة، وجعل الجميع يتساءل أين يفترض أن الشرعية أن تقدم بديل أفضل من الاستبداد الذي كان يمارسه الحوثي وصالح، أن تقدم في المحافظات بديل أمثل. لا بالتأكيد هناك الآن الموازنات للحكومة وصلت، هناك موارد على الأقل يجب الاهتمام وتفعيل المؤسسات وصرف المرتبات، لأن إذا كان 77% من القطاع الخاص من المؤسسات والمصانع ضربت وتوقف العمال في القطاع الخاص، 70% منهم توقفوا في محافظة تعز. الآن أتينا إلى الكارثة التي بدأت من أغسطس الماضي فيما يتعلق أيضا بالموظفين الحكوميين والقطاع العام، فاقم المأساة الإنسانية. طيب. زاد الكارثة التي كانوا على الأقل هؤلاء هذه الشريحة كان
أقل الناس تضررا من الحرب. الآن لم يعد هناك يكاد يكون 90% من المتواجدين في محافظة تعز متضررين من الحرب بحاجة إلى إغاثة. طيب. لأن الأعمال توقفت، المصانع توقفت، المؤسسات التجارية توقفت، تعز محاصرة من منافذها الشمالية والشرقية بما يتعلق بمحافظة الحدود، لا تزال كل الإمدادات مقطوعة من لا تصل، والمنظمات الأممية والحركة التجارية لا تزال تعتمد على ميناء الحديدة كميناء رئيسي، وكل هذا لا الإغاثة وصلت من هذه الموانئ، ولا الحركة التجارية أيضا تفعلت بشكل مطلوب، ولا فعلت المؤسسات. أصبحنا الآن نعاني الأمرين، الميليشيات ميليشيات الحوثي والمخلوع تقصف وتستهدف المدنيين بشكل مستمر، والحكومة الشرعية تنظر تقف موقف المتفرج إذا ما يجري في محافظة تعز. طيب. لا ندري لماذا هذا الخذلان. طيب أوكي أستاذ محمد المطري، هل ترى يعني فعلا الإغاثة هي تعالج المشكلة، أم أنه لابد من تنمية ولابد من خطة عمل متكاملة حتى لو وصلت الإغاثة؟ الإغاثة بإيش هي؟ الإغاثة ربما يعني بعض أنواع الأكل، بر، رز، سكر يعني، لكن كيف تعالج المشكلة بشكل عام؟ يعني نحن محتاجين إلى تنمية، من أين نبدأ؟ الوضع الراهن أخي العزيز، الوضع الراهن الآن هو الإغاثة مهمة جدا، لأنه الوضع أقل يعني أو أسوأ مما يمكن. يعني التنمية طبعا هي لابد أن تكون موجودة، وتبدأ أنا أكد ثاني مرة أنه من عود المؤسسات. إذا عادت المؤسسات هي التي تشرف على التنمية، وتشرف على تطبيع الوضع في البلد، وإلى عودة المرافق وعودة الخدمات كاملة إذا عادت المؤسسات. لكن الآن الإغاثة نظرا للوضع المزري الذي يعيش فيه المواطنين، الناس بحاجتها، خاصة في في تعز وفي عدن وفي أماكن أخرى كثيرة. طيب، لأن الوقت داهمنا، أنا أريد أن أسألك عن جراح العاصمة عدن. نعم. عدن كان الدمار فيها كبير، يعني جميع أنواع الجرائم ارتكبوها في العاصمة عدن، وبالتالي من أين تبدأ عملية تضميد جراح العاصمة عدن؟ من عودة المؤسسات. مؤسسات الدولة. مؤسسات الدولة. طيب. من عودة المؤسسات، إذا عادت هي ستشرف على كل شيء. طيب. نعم. خاصة الذي يعني أنا أحس إن في مثلا في عدن في مشكلة مهمة، وهو تعارض المؤسسات الحكومية مع الإرادة الشعبية. تمام. ينبغي أن يكون المسؤولين صراحة يعني متوافقين مع الإرادة الجماهيرية والشعبية. وضحت الصورة. طيب أستاذ أحمد الوالي، أنت ألمحت إلى موضوع مساعدات كهرباء، مساعدات الكهرباء، أنه هناك حصلت عملية إغاثة ومعالجة لموضوع الكهرباء، وأنا هنا أريد أسألك بموضوع الكهرباء، ما هي المساعدات التي أتت بالكهرباء، من أي جهة أتت، ومن أي نوع؟ يعني إصلاح في الشبكات، أتت مواطير، أتت مولدات، أتى قطع غيار، يعني ما هي نوع الإغاثة اللي أتت في مجال الكهرباء؟ مجال الكهرباء العزيز والحقيقة أحب أن أبشرك وبشرك والمواطن في أبناء حدن من نفسه هذه الأيام، أنه وصل معنا إلى 300 ميجا من 100، كان أول 180 160 140، الآن وصل إلى 300 ميجا. يعني كم الكهرباء كم انقطاع ساعتين؟ كم؟ 3 ساعات؟ 6 ساعات مقابل انقطاع ساعتين، 6 ساعات الآن في بعض المناطق، ساعتين انقطاع في هذه الثلاث الأيام الأخيرة. نحن هناك تدل أن في تطور في تحسن فيه، وأكثرنا مثلا كما مع الجميع 40 من قرش 40 ميجا، 60 اللي تعتبر منها مأسوسة الحديد والإيجار، بالإضافة إلى المياه التي بنيت من الأخوان الحمد الإماراتي، أيضا قال خيار الإمارات لما تنقطع عنا لحظة واحدة، وهي قد تكون الراعي الأول والأكبر لمؤسسة الكهرباء منذ بداية الأزمة وحتى يومنا هذا. أيضا لا ننسى الآن مركز الملك سلمان وبقية، وهناك تطرق للمبلغ الأخير الذي وصل من الأخوان في الكويت 53 مليون دولار كما سمعت عليه قبل أيام، وكان حديث أنه يجب أن تسخر مبلغ كبير جدا لصالح الكهرباء، أفضل ما كما تفضل الآخرين أنه في الإغاثة. كما ذكر بعض الناس يقول لك الإغاثة هي ليست سلة الغذائية، الإغاثة هي أن تقيس أهلك وناسك في كل متطلبات الحياة اليومية. أنا أرحب بالضيفة الكريمة اللي معك في الاستديو، وفكرة سليمة أن العمل المؤسسي والعمل الدولة والمؤسسات الدولة أن تستعيد وتسترجع هيبتها، فهذا بيسهل أمور كثيرة جدا جدا. الآن في قد تكون يعني في قصور في تضاهمات، فنحن نحاول نشوف الجانب الإيجابي ونجمع أيضا في كان في فجوات بين لجان الإغاثة بالمحافظة في اللجنة العليا للإغاثة. إن شاء الله الآن نعمل خلال الأيام القادمة على قيامة ورشة عمل تحدد وتنسق تنسيق كامل، بحيث أنه مثلا مركز الملك سلمان يعطي بعض المنظمات مجتمع مدني بدون عن السلطة المحلية في عدن. طيب أستاذ أحمد، هناك يستلم الإغاثة باسم عدن.
تمام. سؤالي الأخير لك أستاذ أحمد، وإذا حبيت أن تضيف شيء، قرأ حديث عن تكديس كميات من الأغذية والمواد الإغاثة في بعض المستودعات في الوقت الذي الناس كانوا محتاجين لها، يعني هل تم معالجة هذا الموضوع وما مدى صحته؟ نعم، تم الجلوس مع الأخوة في برنامج الغذاء العالمي، وتم نزيل عملنا بذلك المرة لقينا بتنزل تفتيش على المستودعات وحددنا أماكن المستودعات التي نزلناها وآلية، وتم الكشف عن هذه المستودعات وأنه يجب أن توصل إلى المواطن، ويتم الآن في تفاعل ومراقبة تامة بحيث الاتفاق مع الجهات الأمنية أنه يمنع العبث بأي إغاثة سواء من أي كانت. وكان الحمد لله نجحنا في عدن، لأنه أي إغاثة الشاري والمشتري الاثنين داخل 111 حالة سجلت في تم القبض عليهم، وكانوا درس وعبرة. والآن بتلعب بأي إغاثة لن يستطيع أي إنسان في عدن أن يتلاعب فيها. أستاذ أحمد الوالي، منسق منظمات الإغاثة في العاصمة عدن، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من العاصمة عدن. طيب، بالعودة إلى الأستاذ محمد المغرمي، أستاذ محمد المغرمي، أبرز المنظمات الإغاثية الذي تعمل في في محافظة تعز. المنظمات التي تعمل في محافظة تعز هي المنظمات المتعاقدة مع مركز الملك سلمان بمقدمة كف الإغاثة الإنسانية، الذي قدم خلال عام 2015-2016 دعم المركز في مجالات الأغذية والأدوية. أيضا هناك مؤسسة معز التنمية تعمل بشكل جهود طيبة، منظمات جمعيات محلية تعمل بجهود متواضعة لكنها على الأقل تسقط الواجب. هناك للأسف لا يوجد تفاعل كبير من قبل رجال المال والأعمال، وهذا ما لا يوجد. لحظة، لا يوجد تفاعل من رجال المال والأعمال في محافظة تعز، لماذا؟ بالتأكيد هناك يعني أكبر الهوامير أكبر التجار في بلادنا هم من أبناء يعني محافظة تعز. بالتأكيد يجب أن نكون واضحين، الأخوة في يافع على سبيل المثال كانوا أكثر اهتمام بمحافظتهم، الأخوة في حضرموت كانوا رجال مال الأعمال كانوا أكثر اهتمام بمحافظة تعز. للأسف الشديد وجدنا من بعض التجار وبشكل غير مرضي في من تفاعل جاد مع المأساة الإنسانية. هناك تخوف من على المؤسسات وعلى المصانع من قبل من استهدافهم من أشياء كثيرة، لكن هذا أيضا لا يسقط الواجب، هناك قصور، ونتمنى أن يستداركوا هذا الوضع، لأن الكارثة التي تحل الآن، الأوبئة التي تنتشر ستصل إلى الجميع إذا لم يستشعروا المسؤولية ويقوموا بالدور المنظم. طيب، سؤال الأخير لك أستاذ محمد، عمليات الإغاثة في المحافظة تعز تشمل المناطق اللي هي محررة ولا حتى المناطق اللي هم سيطر عليها الحوثيين تصل لها الإغاثة؟ فيما يتعلق بالإغاثة التي تقدم بالمنظمات التي الداخلية، للأسف الشديد كان يفترض أن تكون المنظمات الإنسانية أن تصل إلى كافة المحافظات، كما مركز الملك سلمان يصل إلى كافة محافظات الجمهورية، عمل إنساني. نعم. لكن فيما يتعلق على سبيل المثال بتعز يصل للمنظمات، تصل المناطق الغير محررة تصلها من المنظمات الأممية، لكن المنظمات المحافظات المحررة تصلها من مركز الملك سلمان، ويصلها أيضا من الهلال الأحمر الإماراتي ومن الكويت ومن المنظمات الداخلية، لكن المنظمات المحلية لا تستطيع الدخول إلى المديرية الأخرى لوجود صعوبات من هناك ميليشيات الحوثي المحروقة تعيق دخول العاملين في المجال الإنساني. السؤال الأخير يا أستاذ محمد، من وجهة نظرك هل طريقة إدارة المناطق المحررة في تعز تساعد المنظمات الإغاثية على تأدية عملها، أم أنه في مشكلة في إدارة المناطق المحررة؟ فيما يتعلق بالتأكيد هناك تسهيلات، هناك بعض القصور من قامت به اللجنة الفرعية مؤخرا، حاولت أن تمارس سلطة أمر الواقع مثل الميليشيات في صنعاء، لكن المنظمات الإنسانية تعمل في كل الظروف. اللجنة الفرعية هي التي حاولت أن تضع معوقات وعراقيل وشروط على العاملين في المجال الإنساني. نعم، شكرا لك. تابع اللجنة العليا للإغاثة، لكن وهناك أيضا منظمات هددت بمغادرة تعز بعد الشروط التعجيزية التي وضعتها، يفترض أن تقوم اللجنة الفرعية بعملية تسهيل. هناك الجهات المانحة، الجهات المنظمة، الجهات الداعمة لديها مراقبين، لا تحتاج إلى اللجنة الفرعية لكي تقوم
بهذا الاسلوب يفترض ان تقوم اللجنه الفرعيه بتسهيل عمل المنظمات الانسانيه. شكرا لك يا استاذ. اذا كانت عاجزه من القيام بواجبها من توفير الاغاثه على الاقل لا تمنع الناس من العمل. جميل، شكرا لك الاستاذ محمد، شكرا على يعني ايضاحك للصوره في محافظه تعز، شكرا على يعني رايك الحر والصريح. محمد المغرمي الناطق الاعلامي باسم ائتلاف الاغاثه الانسانيه في محافظه تعز، شكرا جزيلا لك. الاستاذ محمد المطري، حقيقه تعليقك على موقف التجار في محافظة تعز؟ والله شيء محبط صراحة. يعني بالنسبة نعم هم ناس يعني تقريبا البيوت بيوت تعز من أكثر تجار اليمن تقريبا، سواء بالخليج أو حتى في اليمن، لكن هذا يعني لم نرى لها بصمة في الميدان. تمام، هي الصورة محبطة. نعم. يعني أنه يعني هواء تعز وتربة. نعم. تعز وماء تعز ورجال أبناء تعز. نعم. يشتغلون معها لأتجار، وبالتالي بيقول لك يعني ما هلناش وقت. نعم لا أدري، تدور يعني كاسة موية. نعم. وبالتالي ما هي الرسالة اللي توجهها لها لأتجار؟ أوجه أنهم يساعدوا أهلهم، لا يساعدون، يساعدوا أهلهم وأبناء تعز. يفترض هذا عمل ما يحتاج توجيه، يعني يفترض ان يكون عندهم هم غيره او ينتظر. نعم. لما علموها. نعم. تحرك. نعم. نعم. اهميه العمل الخيري والاغاثي. نعم. والتطوعي بشكل عام، يعني نحن الان في ظروف محتاجين انه حتى الاخ يساعد اخوه، وبالتالي ما اهميه هذا العمل؟ يعني الذي ما يساعدك في الظرف هذا ما عاد هو يعني من لم يجينا والبلاد مخافه لا مرحبا به والبلاد امانه. اي نعم، يعني شكرا. الظرف الان الظرف سيء جدا في اليمن، وعلى كل خاصه انا اقول اخواننا تجار الحضارم عندهم استطاعه كبيره جدا ويستطيعوا ان 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 يقيموا دوله ما شاء الله من، لكن نحن نناشدهم بانهم يعني يدعمون قدر ما يستطيعون المحتاجين في اليمن. شكرا جزيلا لك الاستاذ محمد المطري ابو معاذ على تلبيتك الدعوه وحضورك معنا، ونلتقي ان شاء الله في حلقه. والف شكر للمؤسسات الخيريه الشعبيه الذي تقدم الدعم. شكرا. نعم. جزيلا. نعم. شكرا جزيلا لكل المنظمات والمجموعات التي كانت تدعم. نعم. كل يوم والملايين من أبناء الشعب اليمني يدفعون ثمن الحرب الظالمة التي شنها الإنقلابيون عليه، فمن كان يتخيل أن يأتي يوما من الأيام يكون فيه اليمني لاجئ ومشرد في بلدان ودول كان أبناؤها مشردون ولاجئون في اليمن؟ فاليوم ترك الملايين منازلهم هربا من سعير الحرب ولهيبها بحثا عن ملاذ آمن، وإن كان في صحراء خالية ولغمة يسدون بها جوع بطونهم، كل هذا بسبب شهية الحرب والتوغ إلى السلطة وسفك الدم لأجل الوصول إليها. فهل اقترب اليوم الذي يعود فيه أبناء هذا الوطن إلى ديارهم؟ أم أن شهية الميليشيا في تعذيب هذا الشعب والتنكيل به كل يوم تزيد بأساليب وصور مختلفة؟ مشاهدينا الكرام، وصلنا نحن وإياكم إلى ختام حلقتنا من برنامج بين قوسين، نلتقي نحن وإياكم في حلقات قادمة، إلى اللقاء.